نعم، هي غارات يعني متفاوتة، تختلف من منطقة لمنطقة، لكنها تصيب وتؤلم، خاصة بعد استهداف إسرائيل لسيارة إسعاف في مدخل المغازي وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى وقوع 6 ضحايا من بينهم 4 ضباط إسعاف يعملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الجمعية قالت في بيان صحفي عاجل بأن الجيش استهدف سيارة الإسعاف بشكل مباشر، أدى ذلك إلى وقوع قرابة 4 ضحايا وهم يعملون في مجال الإسعاف والطوارئ وتابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا علمنا عن مصادر طبية لقناة الحدث قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي استهدف صباح هذا اليوم المشفى الميداني الأمريكي، والذي كنا أعددنا تقرير صحفي عنه في ساعات أمس، بأن هذا المشفى بدأ يعمل في رفح جنوب قطاع غزة بعدد كبير من الأطباء الذين دخلوا من بعض الدول العربية والأجنبية، لكن الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المباني الذي يتبع لهذا المستشفى الميداني، الأمر الذي أدى إلى إيقاف الخدمة في هذا المشفى. وأيضا علمنا بأن بعض من يعمل في هذا المشفى خاصة من الجنسية الأمريكية والأجنبية قد غادروا قطاع غزة بفعل هذا القصف الذي أدى إلى إيقاف الخدمات داخل هذا المشفى الذي جاء ليعيل المشافي في جنوب قطاع غزة، لكن اليوم يسقط هو الآخر بعد أقل من ساعات من عمله على الدعم النفسي وأيضا علاج الإصابات، التي هذه الإصابات أصبحت تصيب الكبار، فما بالك بالصغار الذين بدأت تظهر عليهم النزلة المعوية والإصفرار وفقر الدم، وهذا كله بفعل عدم وجود أدنى مقومات الحياة سواء من مكان أو للمشايفين أو حتى الأربعة كانوا في مدخل دير البلح في وسط قطاع غزة. أنت تحدثت عن 4 من المشعفين بالإضافة إلى 2 آخرين، لو يعني حتى نؤكد المعلومة، لأن المعلومات تتحدث عن 4 مشعفين وفقط، لكن أنت أشرت إلى أنهم 6. هم يعني في صباح هذا اليوم كان هناك انسحاب تكتيكي لبعض الآليات الإسرائيلية من شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وبعد ورود إشارة إلى قسم العمليات المركزية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بورود بأن هناك إصابات على الأرض بعد استهداف القناصة لهؤلاء الشبان، ذهبت سيارة إسعاف في داخلها 3 مسعفين ومتطوع رابع يعمل في الجمعية على توثيق هذا القصف، وحينما وصلوا الإصابات قامت الطائرات المسيرة الإسرائيلية باستهدافهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط 6 شبان في ضحايا هذا القصف الذي استهدف عملية إنقاذ وإخلاء الشبان في وسط قطاع غزة، على الرغم من وجود انسحاب كامل لهذه الآليات إلى القرب من الشريط الحدودي تحديدا في محور دير البلح القريب من منطقة القرارة، والتي كنا نذكرها كثيرا هذه المنطقة في مرات سابقة، ومحاولة الجيش الإسرائيلي بسط السيطرة على تلك المناطق تحديدا في وسط قطاع غزة. طيب، يعني ربما أسألك عن المساعدات أيضا محمد، طالما أنت في رفح وهذا جزء يهم الكثير من الناس يعني، وخصوصا الشق الطبي منه. قبل قليل كنا أمام بوابة معبر رفح البري، وهو المعبر الذي تمر من خلاله الشاحنات المحملة بالمساعدات. هي عملية إدخال تسير كالسلحفاء، إن بالغنا في عملية وسرعة إدخال هذه المساعدات، لأن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة هي شاحنات قليلة جدا ولا تكفي لسد احتياج منطقة واحدة في رفح جنوب قطاع غزة. لو أتيحت لي في دقيقة واحدة على سبيل المثال هذا الشارع الموجود أمام المستشفى الكويت، أذكر بأنني سرت في هذا الشارع قبل عدة أشهر في هذا التوقيت تماما، كان بالكاد أرى شخص واحد أو اثنين يسير في هذا الشارع وهو معتم كالصندوق، بفعل يعني سكان تلك المنطقة الذين يعني يلتزموا بيوتهم، لكن اليوم مع عملية النزوح الممتدة يبدو هذا الشارع الصغير
الفرعي بأنه أشبه بالسوق الشعبي، وهذا بسبب عمليات النزوح التي امتدت إلى كل مناحي المناطق في رفح جنوب القطاع، هذا بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة، وكذلك في خان يونس التي اشتدت فيها الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية من جانب وأيضا الجيش الإسرائيلي من جانب آخر. وكانت هناك مشاهد نشرتها كتاب القسام قبل قليل تؤكد وقوع قتلى إسرائيليين في العمليات الهجومية التي نفذتها في مدينة غزة وكذلك في مناطق التوغل وسط وجنوب قطاع غزة.